كان سؤال الاستاذه ايريني، يعني ايه المطلوب من الكيانات السياسيه والاحزاب السياسيه لحث المواطنين على المشاركه ورفع مستوى اهميه المشاركه السياسيه في استحقاق دستوري مهم للدوله؟ الاحزاب السياسيه اقدر اقول انها قاطره الحياه السياسيه، يعني اي دوله لديها حاله من التعدديه الحزبيه بالتالي هي على الطريق السليم. عندنا في مصر الاحزاب السياسيه بعد 2013 كنا بنشهد حاله من السيوله الحزبيه، هذه السيوله الحزبيه بدات الى حد كبير تبقى يعني مصنفه ومبنده تحت بنود ما بين احزاب يساريه واحزاب وسطية، وفي بعض الأحزاب اللي عندها الفكر المعين أو أيديولوجيا معينة. لكن خليني أبدأ، لو الأحزاب السياسية كيف توعي المواطن بتبدأ هي أيضا من مستويين ربما ما ساد عن الأحزاب السياسية فيما يخص كيفية توعية المواطن، جاءت في إطار أنه الحملات والتوعية بأهمية الانتخابات والتحرك في حملات دعائية وحملات ومبادرات. لكن الأهم من كل هذه الأمور أن الأحزاب السياسية هي لها أن تسلك مسلك مهم جدا منذ نشأتها وحتى فيما يخص المسار الطبيعي لها، وهي قائمة على توعية المواطن وكيفية تثقيف المواطن سياسيا. أرجع مرة تانية مع حضراتكم لما ذكرت أنه لازم يكون على مستويين، المستوى الداخلي داخل الحزب نفسه، كيف الحزب يوعي أعضائه أو كوادره وكيف ينطلق إلى الرأي العام، لأنه ما نقدرش ننكر أنها أبرز موجهات الرأي العام. الأحزاب السياسية هي كفيلة بتوجيه الرأي العام لما فيه يعني التنمية السياسية. الحزب بالداخل له أيديولوجية، له فكر، له أيضا برامج وله توعية وله مبادرات مهمة جدا في داخل هذا الحزب. أيضا علشان يكون لدي مواطن يعني لديه حالة من الانتماء الوطني لابد أن نكون على دراية بأيديولوجية هذا الحزب أو الأيديولوجي أو الفكر الخاص بهذا الحزب. كيف يفكر هذا الحزب؟ يعني هل هو يساري في تفكيره؟ هل هو متطرف في تفكيره؟ هل هو لديه أجندة معينة ليست وطنية يعني يسعى إلى تحقيقها؟ بالتالي أن التوعية تبدأ من داخل، كيف يفكر أيضا هذا الحزب وهل يؤتمن على كوادره؟ صحيح، بالتالي ده في الداخل. أيضا التنمية السياسية والتي تأتي أيضا من خلال الثقافة السياسية، كيف أيضا يعني يكون لدى أعضاء هذا الحزب أو كوادر هذا الحزب أو المواطنون والذين ينتمون إلى هذا الحزب أو ما يخرج إليهم الحزب من الرأي العام، كيف يمدهم بالتنمية السياسية أو القدر السياسي المعقول والذي نحتاجه؟ لأنه لدينا فرق أيضا بين الممتهن للعملية السياسية والممارس للعملية السياسية. كل شخص من حقه أن يمارس العملية السياسية، بالتالي ده حق يعني يكفر لنا الدستور والقانون لكل المواطنين لكل الفئات اليوم حق التصويت، ده حقيقي. فهذا الحزب له أهمية في أنه كيف يؤثر على المواطن في المشاركة السياسية. بدأنا من المستوى الأهم وهو من الداخل، كيف ينميه سياسيا وكيف يوعيه سياسيا وكيف يكون لديه على الأقل القدر الأدنى من المعرفة السياسية، وده من خلال السياسات الحزبية الداخلية والفكر الحزبي والبرامج الحزبية وأيضا حملات التوعية والدعم السياسي أيضا والتوجيه. أيضا من الخارج أو خارج هذا الحزب للأحزاب مهمة يعني عالية جدا فيما يخص الحياة السياسية خصوصا في استحقاق كما نشاهده، وهو التأثير على صناعة القرار. هي أيضا لها التأثير على صناعة القرار فيما يخص قد يكون هذا الحزب من الحكومة، الأغلبية الخاصة بالأحزاب هي من تشكل الحكومات في النظم الديمقراطية، قد يكون من الحكومة، قد يكون هذا الحزب له أغلبية وتحالف في البرلمان، قد يكون أيضا هذا الحزب من المعارضة. في كل الحالات أو في كافة هذه الحالات لهذا الحزب إمكانية التأثير على صانع القرار، إما من خلال الحزب الأغلبية الخاصة به أو من خلال الوزراء التنفيذيين الخاصين به أو من خلال أيضا كمعارضة من أجل الضغط. أيضا أهم صور أو استراتيجيات التأثير تأتي في صياغة القوانين، هو من يصيغ القوانين يتقدم بها إلى المجالس التشريعية كما ذكرنا من خلال صوره أو نوافذه الموجودة في البرلمان، إما وزراء معنيين أو حزب أغلبية مشكل داخل البرلمان.